وافقت اللجنة المالية البرلمانية بالإجماع على منح مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الخطوط الجوية الكويتية، كما وافقت الحكومة أيضا على التعديل على قانون رقم 6 على 2008 ممثلة بوزير المالية براك الشيطان بقيمة بلغت 7,164,000 دينار. تم اجتماع اليوم أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية على قانون تعديل مادة 8 من قانون 6 على 2008 اللي هو قيمة نهاية الخدمة المطالب بها 7,164,000 دينار كويتي في نهاية الخدمة لموظفي الخطوط الجوية الكويتية. وتم رأي الحكومة اليوم ممثل في معالي وزير المالية براك الشيطان بالموافقة، وأعضاء اللجنة اليوم بالإجماع بالموافقة، ونبارك لهم ونقول لهم ألف مبروك.